طب انا اربط اللي ازاي اسمحهم معلش الاحداث بالتاريخ، لان التاريخ ساعات الدنيا لازم بتفصل. تحفظ التاريخ اللي هو اللي هو اسمعني بقى معايا، التاريخ الاسم، الاسم تمام، عارف يعني تاريخ اسم؟ اللي هو يعني بسدد على الحادثه دي. مش انا قلت لك عليها قبل كده؟ حضرتك انا شفت، انا حضرتك شفت حضرتك في قلت في بص حاجات معايا مثلا كده، زي بص ثوره معايا، بص 19. معايا، بص معايا، فرمان 1866 ده اسم ولا تاريخ؟ لا ده يعتبر اسم وتاريخ، او لا لا اسم، تاريخ بس ده حضرتك اسم، ولا لا؟ اسمع بقى يا هشام، ده اسم. خبي تمام، كده كلمة فرمان، فهمت ايه؟ لا صح، عشان طب كده خبي فرمان صح. 66 فهمت ايه؟ بص معايا، ثورة 19، 19 اسم ولا تاريخ؟ لا دي اسم كده. دي اسم. ثورة 1805 للشعب المصري، دي اسم صح. دي اسم، واخد بالك معايا؟ ايوه سمعت. مطالب، مطالب مايو 81، مايو 81 ده اسم ولا حدث؟ ده اسم. فهمت معايا؟ فدي مش، دي مش تواريخ، تمام. دي اسامي. انت معايا يا حديث ابني؟ اسمها. ايوه انما لما تمام. اقول لك مثلا ايه، معاهدة لندن 1840، شلت تمام. 840، ده هتفهم تاريخ. ان في معاهدة اسمها لندن، صح؟ ايوه صح. تبقى هنا ده بنسميه حدث. تمام. تبقى التاريخ لو اتحذف يفقد الايه؟ اللي تفقد العبارة ايه؟ نفسها، تبقى ده بنسميه اسم وليس تاريخ، فدي لازم تتحفظ تمام. يا هشام. ماشي حاضر يا استاذ. حاجة تانية؟